بمناسبة زيارة فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سيتم حفل توقيع الصكوك القانونية التالية: مذكرة تفاهم في مجال الحكومة الرقمية والتحديث الإداري. يوقع عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف، وعن الجمهورية البرتغالية معالي وزير الخارجية السيد جوان غوميش كرافينيو. برنامج التبادل الثقافي للفترة من 2023 إلى 2025 عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يوقع معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف، وعن الجمهورية البرتغالية معالي وزير الخارجية السيد جوان غوميش كرافينيو. إعلان نوايا لتعزيز التعاون الثنائي. يوقع عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف، وعن الجمهورية البرتغالية يوقع معالي وزير الخارجية السيد جوان غوميش كرافينيو. مذكرة تفاهم حول المؤسسات الناشئة والابتكار. يوقع عن الجمهورية البرتغالية معالي وزير الاقتصاد والبحر السيد أنطونيو كوشتا سيلفا، وعن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوقع معالي وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة السيد ياسين المهدي وليد.